مساء الخير استاذ سعيد، وربنا يخليك يا رب ويديك الصحه انك بتدافع عن الانديه الجماهيريه. ماذا يحدث للاسماعيلي يا كابتن سيد؟ انت حضرتك قلت انهم احنا بنلعب فرقه لسه صاعده، الاسماعيلي مطمع بقاله 4 سنين لسه من السنه اللي احنا فيها دي لسه نادي النجوم طلعنا من كاس مصر. احنا عندنا مشكله في لعبتنا، والمشكله زادت السنه دي اكتر لما عندنا القيد مقفول، ما جبناش ولا لعيب، عندنا 6 لعيبه مشيناهم وهم فري، ما انا اتفق معاهم لما يجي مجلس الاداره يبقى عندي لعيبه، انما انا السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها بقالي 3 سنين زي ما حضرتك قلت انا بحاول ان انا افضل في الممتاز، بكافح للممتاز في اخر ماتشين واخر ماتش وقلبي وللجماهير والناس بتموت. فانا عندي مشكله، عندي اللي يجي لازم يشتغل لمصلحه النادي، ما حدش يشتغل لمصلحته ولمصلحه اي حد، انا بشتغل لمصلحه النادي. انا جيت ادير نادي الاسماعيلي، عندي لعيبه هيمشوا انا اتفق معاهم لما يجي مجلس الاداره، عندي لعيبه لما جيت لجنه فنيه عملت حاجه كويسه ان خفضوا المرتبات بتاعت اللعيبه اللي موجودين، دي حاجه تتحسب لهم، انما انا عندي لعيبه ما مشوهمش، اخلي مجلس اداره يجي هو اللي يبقى مسؤول عن مشيهم، واللي يجي لازم يتصرف، مفيش حد يجي يقعد على كرسي كده، لازم اللي يجي يقعد يجي يتصرف، انا جاي ادير لازم اتصرف في الفلوس، لازم اتصرف واعمل كده، انما انا عاوز اقول لك دلوقتي مفيش ولا، خدها مني بقى، مفيش ولا انتماء لاي رياضي في العالم غير الجماهير بس.